إنها مدينة مبنية فوق صخرة كبيرة على شكل قلعة يصل ارتفاعها إلى 1000 متر، وقد بنيت قبل أكثر من 3000 سنة. وبسبب هذا الارتفاع تمتعت العمادية بحماية طبيعية تمنع وصول الغزاة إليها، خصوصا حينما كانت عاصمة لإمارة البهدينان. مدينة عمادية مدينة تاريخية قديمة مبنية على الصخرة الطبيعية بيضاوية الشكل، تعلو عن سطح الأرض المحيطة بحدود 200 إلى 100 قدم، حيث يكون بمثابة سور طبيعي الحائط وقلعة حصينة. له مدخلين، واحد من بجانب الشرقي باسمه باب زيبار، ومدخل الثاني في الجانب الغربي اسمه باب بهدينان أو باب الموصل. احنا الواقفين عليها حالياً.